بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في حصة اليوم نحاول أن نعطيكم تقنية جديدة وسهلة للطلبة، خصوصا المتخرجين هذا الشهر المقبل إن شاء الله. الطلبة وضعوا في موقف حرج وصعب عندما وزارة التعليم العالي أخذت هذا القرار بأن الطالب ينهي دراسته ووضع مذكرته الشهر الداخل، يعني شهر جوان، ويجب أن يحضر باوربوينت لإلقاء محاضرة ومذكرة وتفسير مذكرته وبحثه. هذا يعني أن الطالب الآن يفكر إلا في الوقت، وقت قصير جدا. الذي درس في الجامعة يعرف قيمة الوقت، ولهذا ارتأيت أن أساعدكم ولو بالشيء القليل حتى تربح قليل من الوقت. موضوع اليوم هو تحويل مستند الوورد إلى باوربوينت مباشرة وبالطريقة الأسهل، لأن نأخذ منك لا تأخذ منك هذه الطريقة إلا على الأكثر 10 دقائق. نبدأ أولا بطريقة العمل. عندنا 3 نقاط. النقطة الأولى، قبل أن نحول من مستند الوورد إلى الباوربوينت، يجب أن نضع ملخص لمذكرتك. تكون حاط ملخص المذكرة، قال نحط هذه نحط هذه نحط هذه، العنوان وش تقول في المذكرة تاعك، وش الشرح، العنوان مع الفقرة، العنوان مع الفقرة، العنوان مع الفقرة. لنفرض أن المذكرة نتاعك فيها مثلا 100 صفحة مثلا، الملخص راح يكون مثلا حوالي 10 صفحات حتى 15 صفحة على الأكثر. ما معنى ذلك؟ معناها حوالي يكون عندك مثلا لنفترض يكون عندك مثلا 20 عنوان مع 20 فقرة. الفقرة لا يجب أن تكون طويلة جدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نشوف كيفاش نأتي بالتقنية لتحولنا من الوورد إلى الباوربوينت مع التنسيق. النقطة الثالثة، تحويل مستند من الوورد إلى الباوربوينت. نأخذ مثال حتى يفهم الجميع كل ما تكلمنا عنه نظريا. لدينا هذا النص، فيه فقرة 2، أنا حطيت 3 فقرات، كل فقرة لها عنوان 1، عنوان 2، عنوان 3، حتى يتضح الأمر. كل فقرة بعنوانها الخاص. نذهب لنأتي بتقنية تحويل اللي نحولوا بها من الوورد للباوربوينت، كما عملنا الحصص الماضية. مثلا نفتح باسج هنا باش الناس تفهم واش راني ندير. نروح الفايل ولا في شيء، نروح الاوبشن، معناها خيارات باللغة العربية. نروح تخصيص بيرسوناليزي ريبا، هذايا. بعد ذلك نروح قبل الشيء هذا واش ندير، نفتح نوفيل انجلي، نسمي هذه النوفيل انجلي، نسميها مثلا كما درنا الخطره اللي فاتت المره الماضيه، نسميها مثلا مثلا، حتى كل واحد واش يحب يسميه براسه. الان نضغط هنا نوفو جروب، نروح لهنايا واش ندير، نقول له افيشيلي، اعطيني كل تولي كوموند، تولي كوموند باللغه العربيه معناها يعطيني كافه الاوامر،
يكون عنده بالعربية وبالإنجليزية all command. نبحث هنا عليه من نبحث عن أنا عندي بالفرنسية نبحث عن envoy vers powerpoint envoy هذا بالترتيب A B C D مش معناها معناها E E envoy E E envoy نجي لهنا هاي وري envoy vers micro Microsoft powerpoint علم عليها ونقولوا أجوتي أضاف حالي هكذا باش نقول له اوكي يجيني فتحنا يجيني هنايا ا جاتني التقنيه واضحه الامور واضحه الامور ان شاء الله الان نعاود نرجع للفقرات نتاعي واش ندير فيهم هنايا اول شيء واش قلنا قلنا يكون عندنا ملخص هذا هو الملخص تاعنا قلنا نروح نجيب التقنية رانا جبنا التقنية هاي نفتح التقنية نتاعي الآن واش نعمل نأتي ندير التنسيق التنسيق كيفاش يكون التنسيق التنسيق يكون الطريقة الشكل التالي نجي الانتروديكشن هذا العنوان الأول واش نقوله نقوله هنا حطه لي تيتر ان ولا بالانجليزيه هيدين وان اغير لي اللون تاعو كان احمر ولا ازرق نزيد واش ندير نعلم على هذه الفقره ونقول له ديرها لي تيتر دو شمعنى هيدين تو اغير لي ودير لي مثلث اسود هنا وغير لي اللون تاع الفقره نروح للعنوان الثاني نقول له هذا ديره لي تايتل 1 تيتر ان ولا هيدين نفس الشيء كما عملنا العمل الاول نفس الشيء بالثالثه تيتر 1 والفقره الثالثه نقول له هذه ديرها لي هيدين 2 اوكي اوكي حتى الان راهي واضحه الامور خلاص انتهينا رانا درنا كل شيء الان واش نقول له نقول له هذا هو هذه هي التنسيق هذا هو التنسيق واش معنى نسقت واش حاب يقول ديكلاري نقول له باللي يا ودي هذا يا عنوان وهذا يا الفقره تاعو هذا يا عنوان هذا الفقره تاعو هذا واش درنا هذا هو هذا هذا ما اقصد بالتنسيق هذا هو الان نروح للتقنيه ونقولها ونعيط لها برك نكليكي عليها هذا ما كان نجي للتقنية ونقول له انفاي فير مايكروسوفت باوربوينت ندير له هكذا نضغط عليها يطلع لي باوربوينت ننتظر قليلا اهو جاني باوربوينت ننتظر قليلا يطلع الباوربوينت فيه عدة احنا نقولو بالفرنسية سلايد عدة سلايد اهو جاني باوربوينت تاعي انا عندي ثلاث فقرات كل فقرة بعنوانها معناها يعطيني ثلاث كيف باللغة العربية ما عنديش باللغة العربية المهم عندي ثلاثة طروا سلايد واحد اثنين ثلاثة مباشرة على فكرة يعطيني باوربوينت بدون الانيماسيون بدون الامين انيماسيون لماذا؟ لأن الانيماسيون هي خاصة بالشخص ذاته كل إنسان عنده مخيلة عنده كما نقولوا احنا شوا كيفاش يدير الانيماسيون تاعو كان اللي حاب الكتبة تجي قبالة كان اللي حاب الكتبة تجي على شكل دوران كل إنسان والعمل تاعو المخيلة تاعو احنا هنايا حبينا نربحو الوقت لما واش معناها نربح وقت الطريقه هذه شتوها كيفاش دايره كنا مثلا نعملوا الطريقه الثانيه دقيقه برك نعاودوا نليو للنص تاعنا ونطلع باوربوينت جديد دقيقه نفرضوا هذا نغلق الباوربوينت ونقول له اعطيني باوربوينت جديد دقيقه باوربوينت جديد أكون جديد
نبحث هنا عن باوربوينت جديد. ندير لو كونترول اف. يعني لو سويت نمو يعطيني مباشرة، لكن دقيقة، انا باوربوينت تاعي جديد. افتح مثلا افتح شوف شكل الباوربوينت كيفاش يكون. مثلا انا كيفاش اعمل لو ما لم نعمل بالطريقه هذه السهله؟ كيفاش عاده كيفاش كنا نعملوا هنايا؟ نجي لهنايا تقول له مثلا هذا العنوان، ندير له كوبي كنترول سي ونجي لهنا نحطه هنا في العنوان، نقول له كنترول في. بعد نجي مثلا للفقره، نجي نقول لها كنترول سي ونقول له كنترول في، يعطيني الفقره ونبدا نسكن في الفقره. مثلا لما نجي لهنا مثلا اني نعطي بعض هكذا. هذه تخيلوا معي اذا كان عندك مثلا 40 الى 50 سلايد كما هكذا. سلايد ارفد حط كوبي نسخ لصق نسخ لصق نسخ، شحال راح تاكلنا وقت؟ تاكلنا وقت كبير. اعتقد ان الفكره وصلت، ونتمنى من كل الناس ان يستعملوا هذه الطريقه حتى تعم الفائده. حاولنا نعاود نولي نحول بالطريقة المباشرة، في دقيقة ما بعد دقيقة، في 15 ثانية. أنا قلت 10 دقائق، لماذا قلت 10 دقائق؟ 10 دقائق حتى مثلا عندك 15 أو 20 صفحة من الوورد، مع التنسيق مع التنسيق العنوان مع الفقرة في كل مرة حوالي تاكل واحد 10 دقائق مثلا. لهذا قلت انا عندي ثلاث صفحات، ثلاث فقرات، يعني تروا سلايد، معناها هذه في 15 ثانية تندار هذه. انتهى درس اليوم بالتوفيق ان شاء الله لاخواننا الطلبة. لا تنسونا بالاشتراك والتعليق لتشجيعنا أكثر، ووضع أسئلة أي سؤال فيما يخص الأوفيس. الإنسان اللي عنده مشكلة، اللي عنده أي فكرة حطوها هنا في التعليق، إن شاء الله نجاوب كل إنسان. لا تنسونا بالدعاء. وفي الأخير، رمضان كريم، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صحفتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.